الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة يونس من جانب يمين أول الصفحة، قال قد أجيبت وسط الصفحة، ولقد بوأنا آخر الصفحة، ولو جاءتهم كل آية. سورة يونس نزلت في مكة المكرمة ولها 109 آية. تبدأ الرحيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. الشيخ أيام، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة يونس من جانب يمين أول الصفحة، قال قد أجيبت وسط الصفحة، ولقد بوأنا آخر الصفحة، ولو جاءتهم كل آية. سورة يونس نزلت في مكة المكرمة ولها 109 آية.
تبدأ من جانب يسار وتنتهي من جانب يمين، تبدأ من صفحة 208 وتنتهي في صفحة 221، رقم الصفحة 219. طيب ما شاء الله، جزاك الله خير. اللهم بارك، اللهم بارك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رقم الصفحة 85، سورة النساء نزلت في مدينة المنورة. رقم الصورة 4، سورة النساء نزلت في مدينة المنورة ولها 176 آية. سورة النساء تبدأ من صفحة 77 وتنتهي في صفحة 106، تبدأ من جانب يمين وتنتهي في جانب يسار، الجزء الخامس، الصفحة الخامسة من هذه الجزء، قبل هذه السورة، سورة آل عمران، وبعدها سورة المائدة، أول الصفحة، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، وسط الصفحة، يومئذ يود الذين كفروا، آخر الصفحة، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا. هذه الصفحة تبدأ من آية 38 وتنتهي في آية 44. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. رقم الصفحة 506، رقم سورة الأحقاف نزلت في مكة المكرمة. رقم السورة 46، سورة الأحقاف نزلت في مكة المكرمة ولها سورة الأحقاف، تبدأ من جانب يسار وتنتهي في جانب يسار، تبدأ من صفحة 502 وتنتهي في صفحة 506، أول الصفحة، وإذ صرفنا، وسط الصفحة، أولم يروا، آخر الصفحة، فاصبر كما صبر، الجزء 26. طيب ما شاء الله. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. سورة الأنبياء، رقم الصفحة 312، 324، رقم السورة 17، سورة الأنبياء نزلت في مكة المكرمة. سورة الأنبياء نزلت في مكة المكرمة ولها 112 آية. سورة الأنبياء تبدأ من جانب يسار وتنتهي في جانب يمين، تبدأ من صفحة 322 وتنتهي في صفحة 331، وهذه الآية في جانب يسار، الجزء 17، أول الصفحة، وما أرسلنا من قبلك، وسط الصفحة، أولم يروا، آخر الصفحة، كل نفس ذائقة الموت. جزاك الله خير. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. سورة الأعراف، رقم السورة 7، سورة الأعراف نزلت في مكة المكرمة ولها 206 آية. سورة الأعراف تبدأ من جانب يمين وتنتهي في جانب يسار. سورة الأعراف تبدأ من صفحة 151 وتنتهي في صفحة 176، وهذه الآية في جانب يمين، أول الصفحة، ولقد جئناهم، وسط الصفحة، ادعوا ربكم تضرع وخفية، آخر الصفحة، وهو الذي يرسل الرياح. هذه الصفحة تبدأ من آية 52 وتنتهي في آية 57. طيب شيخ، جزاك الله خير. جزاك الله، بارك الله فيك. ما شاء الله، اللهم بارك جميع، ما شاء الله، اللهم بارك. سأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن يجعلنا وإياك من أهل القرآن العاملين به المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.